سي سامبل، ماذا بينا نخبروا الشعب الجزائري. ناس ما فهمتش. بون، الرئيس التركي تبون والاستعمار اللي حاكم في الجزائر، عرض الرئيس التركي بإيعاز من فرنسا، دونك جا الجزائر. الإمارات جاوا الجزائر، والقيادة السياسية العسكرية تاع البلاد باعت مصلحة الجزائر في المنطقة نتاعها. يعني الخونة هادو باعوا بالدراهم رابيل لا بوزيسيون دو نوتراليتي دو لالجيري كونت او كونفلي ريجيونال. يعني باعوا كيفاش نقول نوتراليتي، باعوا عدم التدخل نتاع الجزائر في المنطقة نتاعها، لأن الجزائر لما تتدخل في ليبيا، لأنه مصلحتنا ندخلوا في ليبيا، ولما تتدخل في المالي وتتدخل في النيجر، راح يقلب الموازين نتاع الإرهاب ونتاع هذه الحروب اللي يستعملوها بالوكالة القوى الأجنبية من أجل الأغراض نتاعهم الاستعمارية على أساس الاستعمار الحديث. دونك l'intervention de l'Algérie en Libye aurait inversé l'équilibre existant en Libye. Ça veut dire qu'on aurait pu et on peut encore sauver le peuple libyen de la déchéance dans laquelle il est. On aurait pu rétablir la paix en Libye. Sauf que Tebboune et les généraux mafieux ont décidé de monnayer la neutralité. C'est-à-dire, قالولهم تحبونا ما ندخلوش خلصونا. وهذا على واش؟ باش يتفادى نوعا ما شطر من الازمه الاقتصاديه الماليه اللي محيقه بالجزائر. يعني التركي مد شويه، والامريكان فيها التركي مد شويه، وفرنسا تمد شويه، والامارات تمد شويه، وهاد الناس يقدروا يشريوا الشعب الجزائري. لكن باعوا المصالح نتاعنا، لانه الارهابيين اللي راحين يجيبوهم من ليبيا، ونقول الارهابيين، ومن بعد نولي لواحد الموضوع هام جدا. كاين واحد السيد قال لك عندنا معلومات باللي داروا ديكلاراسيون، قال لك الهدنه. نحكيو على الهدنه حنايا، حنا ما نعرفوش الهدنه. لو تيروريزم ريزيديوال الجيري اون سي سكو سي، هي المجبر اللي قرداتو العصابه باه نهار تحب ديستابيليتي الجزائر، تشعل مجمر الارهاب. ما عندنا حتى هدنه، لانه الارهاب في الجزائر عمره لا كان وعمره لا يكون وعمره لا يقدر يكون الا بتواطؤ من النظام. Sans la complicité du pouvoir en Algérie, il ne peut y avoir de terrorisme islamiste en Algérie. Il ne peut y avoir. Donc, M. Rahmani, هاد العصابة يعني باعت البلاد، ils ont accepté de monnayer de l'argent pour avoir une paix sociale. C'est tout. Exactement, avoir la paix sociale à l'intérieur et fermer les yeux sur ce qui se passe en dehors de nos frontières. En dehors. Mais في الباسيفيك ليبيا حدانا، يعني في الحومه، يعني ما يحشموش هادو ولا ما عندهم لا خونه. شوفي، خونه مرتزقه ما عندهمش على واه يحشموا، ما كانش لازم الشعب يفهم مع هاد الناس كاينه لغه واحده، لغه القوه، والقوه ما تكون عند الشعب الا اذا الشعب تهيكله سياسيا. لكن ما كانش هيكله سياسيه للثوره الشعبيه والهبه الشعبيه هذه، كما قال لهم تبون المباركه، هذه هضره الزوي، هبه شعبيه ما فيها لا مباركه لا بؤلم تيتيش، هذه هبه شعبيه، ثوره شعبيه لازمها هيكله، البركه قرضيها ليك في الزوي. برك رحماني اونتي العبارات هادو تاع البركه وماشي البركه وتاع الزوي والوعدات، ما 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 نعرفهمش كامل. انا كاين شعب طائر لازم هيكله حتى الثوره تاعو تنجح. باعوك ايها الشعب الجزائري، باعوك، وهذه عناصر الجيش الوطني الشعبي باعوكم. تعرفوا كيف باعوكم؟ معناتها قاو حين يقبضوا دراهم باش حنا ما نحميوش الجزائر من الخارج وما ندخلوش في الخارج. يعني باعوا مصالح الجزائر la position géostratégique نتاعها بدراهم معدوده. تعرفوا علاه؟ باسكو بونديه، باسكو شميت، باسكو كلاب، باسكو سي دي شيان. وحاشاه الكلب، لان الكلب كحيوان لو ميور امي دو لوم، هادو عدو الانسانيه، الجراثيم هادو.
ومانيش نحضر من الفراغ، ومانيش من أصحاب سلمية سلمية، ومانيش من أصحاب حياكم الله، ومانيش من أصحاب الخيم، وما ندعم حتى واحد وما تابع حتى واحد. جزائري 100% باعونا. Il vient de nous vendre. Donc, Monsieur Rahmani, est-ce qu'on a vu le passage de Tebboune au MDM dernièrement avec les Issaba, les 14 généraux? C'était aussi pour prendre une décision? Non, ça c'était protocolaire. Ça, c'est l'allégeance. Rah, bach il goul l'homme, messieurs, vous m'avez choisi comme étant le caniche de la République. Je respecte mon rôle de caniche de la République. Dirigé par un agent de sécurité, un maître chien, tout simplement, qui est l'armée, les généraux de l'armée, même pas l'armée nationale. Parce que je n'ai pas dit la déclaration, l'armée républicaine. On veut une armée républicaine, l'armée nationale populaire, mais ça n'a pas le Jumhori. Donc, il faut que le Jaysh Jumhori. Le Jaysh qui respecte le canon, qui respecte le Dussur, qui respecte le Jumhoriya, qui commence le Jumhoriya. ماشي تسميه الجيش الوطني الشعبي، لأنه التسمية نتاعو ما عندها حتى معنى من الناحية القانونية، حتى وتحددوها في الدستور. لا، جيش جمهوري، احنا جمهورية نسحقوا جيش جمهوري، وما ناش راحين نكونوا ملكية، وما ناش راحين نكونوا دولة دينية، راحين نكونوا جمهورية. نظام تسير إن كان برلماني أم شبه أو نقول خليط بين البرلماني والرئاسي، لكن راح يكون نكونوا على اساس جمهوريه. سي رحماني تبون اوري رونكونتري علي هارون مقابي سيغ حركي، تلاقى مع حركي جديد، تلاقى مع حركي قديم، راح يعلمك كيفاش يحرك اكثر. يعني خاين جديد، شي خاين جديد على كل حال، كانيش تاع اداره، شاف دايره، تلاقى مع ان اونسيان مينيستر، ان اونسيان بوندي مافيو، من الناس اللي تواطؤوا مع الأجانب ضد الجزائر من الثورة لحد الآن. تلاقى معاه علي هارون، يعتبر من الأذناب الأولى نتاع الأقدام البيضاء نتاع لو نيو كولونياليزم اون الجيري. علي هارون سي لا دي بيو دو نيو كولونياليزم اون الجيري، وما عنده حتى مزيه في الثورة. علي هارون سي ان بتي سكريبويا، سي ان بتي سكريبويا. يعني علي هارون هذا منو من هذاك اللي يكتب في الدايره لي زيكستري ديسونس، سي ان بيتي سكريبويا ادمنستراتيف كان في المغرب. سي ني با اون سوميتي انتيليكتوال، ما يخلعناش عليه هارون بلي تيتر نتاعو. سي ان ابروتي، ان لاش، ان فوندو كيما برشا ناس فيهم.